مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وينك رمضان. ارتبطت روحانية رمضان في السابق ببعض البرامج الدينية التي كانت تقدم في الإذاعة والتلفزيون، والتي كان يقدمها بعض من العلماء والمفكرين. نستحضر معكم مشاهدينا اليوم بعضا من ملامح تلك البرامج ومدى أهميتها وحضورها في حياتنا. نتابع. عرفت الدول العربية منذ ثلاثينيات القرن الماضي ثورة في وسائل الاتصال بعد البدء في البث الإذاعي ثم التلفزيوني. ساهمت هذه الطفرة في مساعدة الحكومات نحو توجيه الرأي العام لخدمة سياساتها التنموية في مختلف المجالات. بات محتوى وسائل الإعلام يراعي الثقافة المحلية بحثاً عن جذب المشاهدين والمستمعين، ما قاد محطات الإذاعة والتلفاز إلى إنتاج سيل من البرامج والأعمال التي تهتم بالجوانب الدينية والاجتماعية إلى جانب المحتوى الترفيهي والإخباري. في السعودية بدأ التلفزيون الرسمي في بث برامجه منذ العام 65، وكان من حزمة برامجه الموجهة حصة دينية تتمثل في تقديم برامج تهتم بتثقيف المجتمع دينياً. نال برنامج نور على الدرب الذي بثته الإذاعة التلفزيونية شعبية لافتة من خلال استضافته لكبار علماء الدين من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين وغيرهما، وهو برنامج ديني تولى تقديمه لأربعين عاماً الراحل عبد الله فرح الغامدي. كان منصور الخضيري الإعلامي المخضرم ووكيل الرئيس العام لرعاية الشباب سابقاً أحد الذين ساهموا في تقديم برنامج نور على الدرب. استفاد الخضير من تواجده في أوساط الشبان، ما منحه فرصة نقل تساؤلاتهم إلى العلماء. يعني أنا تشرفت أني أول من قدم هذا البرنامج مع أصحاب الفضيلة، أولهم الشيخ صالح العلي الناصر، ثم بعدها تولى البرنامج زملاء آخرون منهم عبد الله فرحة رحمة الله عليه، وبعده الزملاء تولى تقديم هذه البرامج. هذه البرامج أيضا كانت سمة من سمات الإذاعة والتلفزيون السعودي، سواء الشيخ عزيز بن سعد رحمة الله عليه، الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. ولكن لا تنسى أن كثيرا من أصحاب الفضيلة العلماء ما زالوا يقدمون الكثير من البرامج التوجيهية المهمة، سواء في برنامج نور على الدرب أو في مجال الفتاوى التي يقدمها التلفزيون السعودي أو التلفزيونات الأخرى، أو في البث المباشر الذي يقدم لمحاضرات وندوات أصحاب الفضيلة العلماء. بدأت البرامج الدينية على شاشة التلفزيون من خلال حلقات قام بتقديمها زهير الأيوبي وأخرجها منذر النفوري تحت مسمى مجالس الإيمان. كان هذا البرنامج بمثابة بداية عهد السعوديين بالبرامج الدينية على شاشة التلفزيون، وهم الذين تابعوها طويلاً من خلال الإذاعة المحلية. هل الحقيقة موضوع هذه الحلقة أحب أن نعرف الإخوة المشاهدين بفكرة موجزة عن القضاء في الإسلام. استمرت البرامج الدينية وسط إقبال من المشاهدين في السعودية على متابعتها. كان من أسباب نجاح هذه البرامج أنها اهتمت بردة فعل المشاهد من خلال الإجابة على ملاحظاته واستفساراته الدينية. تاريخ القضاء في الإسلام يبدأ في بداية الإسلام. في الستينيات قام الشيخ علي الطنطاوي بنقل برنامجه الإذاعي الشهير مسائل ومشكلات إلى شاشة التلفزيون تحت اسم نور وهداية، وهو البرنامج الذي عاش معه السعوديون طويلاً. كان الطنطاوي يعتمد على ما يصله من استفسارات دينية يبعثها المشاهدون قبل أن يرد عليها بفتاوى دينية وتعليقات اجتماعية. هل عدنا إلى الله؟ هل طلبنا من الله أن يفرج عنا؟ هل سألناه أن يرد علينا وحدتنا؟ أطلق الطنطاوي نسخة رمضانية من برنامجه تحت مسمى على مائدة الإفطار، وأصبح هذا البرنامج مرافقاً للسعوديين على موائد الإفطار في رمضان لنحو 25 عاماً. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. بعض الإخوان سألوني ماذا أعددت
لرمضان هذا، قلت والله ما أعددت شيئا لأنني لا أنوي أن ألقي عليكم محاضرة ولا أنوي أن أقرأ درسا، ما جئت لهذا، جئت لأحدثكم حديث الأخي لأخيه الذي يزور صديقا له لا يعد الأحاديث وإنما يقول ما يخطر على باله، ما يتناسب مع وضعه وحاله، فأنا سأجعل هذه الأحاديث يعني قريبة منكم، أجعلها مما رأيت وما سمعت، ولا أتحدث، أنوي أن أبدأ بموضوع بعيد عن الناس، ما أحب أن أتكلم فيه على أحد. موضوع هالحلقة والحلقات القليلة التالية هذا الموضوع. شوفوا أخي، برنامج أصبح كأنه جزء من رمضان، مثل الشعراوي في آخر الليل، جزء من رمضان. كثير من الأمور أصبحت فيها انطباع، حتى الواحد كان فيه شيء ناقص، وين البرنامج الفلاني؟ أيضا التوقيت كان مناسب، حتى جهاز المذياع الكبير اللي كان على المنصة ويخرج أمام الشاشة بهذا الشكل، كان رحمة الله عليه خلال ربع قرن يقدم هذا اللون وهذه البساطة وهذه العفوية وهذا التسامح وهذه الحكمة فيما ينطق به في هذا البرنامج وفي غيره وفيما يكتبه. كم كنا مقصرين في الاستفادة منه، ولو استفدنا منه من أمثاله في حينه بشكل أكبر لأصبحنا أكثر سرعة في تجاوز كثير من مسائلنا التي جعلتنا نتأخر في تطورنا الديني والدنيوي بسبب عقبات فيها شيء من التقليدية وأحيانا شيئا من الغلو. فلو كنا قد استفدنا منه رحمة الله عليه وأمثاله في ذلك الزمان تجاوزنا الكثير من المراحل. هناك مسألة مهمة، وهي لا يمكن للتنمية الدنيوية أن تنجح إلا أن هناك معها تنمية دينية، والتنمية الدينية تكون إسناد شرعي للتنمية الدنيوية، في حين إذا كان الناحية الدينية عبر رموز تقليدية أو متشددة لا سيما كانت رسمية سوف تضع العصي في دواليب التنمية الدنيوية. تطورت البرامج الدينية في السبعينيات بعدما خرجت من قالب الفتاوى إلى مرحلة التثقيف بالتاريخ الإسلامي والإعجاز العلمي في القرآن، فضلاً عن الاهتمام بتحفيظ القرآن وتجويده. اشتهر المذيع سليمان عبيد ببرنامجه في ظلال القرآن الذي بدأ عرضه في التلفزيون خلال السبعينيات. كان عبيد يعتمد في برنامجه على تجويد تلاوة القرآن بطريقة صحيحة من خلال استضافة طلبة تحفيظ القرآن الكريم بحضور مقرئين للتعليق على أداء القراء وتصحيح أخطائهم، فضلاً عن تقديم جوائز مالية في نهاية الحلقة للمتفوقين في التلاوة. أهلاً وسهلاً بيك، وتقدم نفسك للمشاهدين. عبد الله سيد مبارك الزيل. مرحبا يا عبد الله، وعمرك كم سنة؟ 10 سنوات. وكم جزء حافظ؟ 10 أجزاء. ما شاء الله. تدرس القرآن في المسجد؟ لا، في المدرسة. أي مدرسة؟ متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بالخارج. التلاوة المطلوبة منك عبد الله ما يتيسر من أول سورة لقمان، وتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. كان للواعظ الاجتماعي نصيب في البرامج الدينية، إذ تولى المفكر الإسلامي محمد عبد اليماني مهمة تقديم برنامج طريق النجاة الذي استمر حتى تم تعيين يماني وزيراً للإعلام منتصف السبعينية. نال برنامج منكم وإليكم الذي كان يقدمه الشيخ عبد العزيز المسند شعبية واسعة في السعودية. استمر هذا البرنامج لعقود مازجاً بين الموعظة الدينية والنصيحة الاجتماعية، ما جعله الأقرب إلى شرائح كثيرة في المجتمع السعودي. استفاد الشيخ المسند من قدرته على مخاطبة المشاهدين بأسلوب محبب إلى نفوس الكثيرين من خلال ابتسامته الدائمة وعباراته التي لا تخلو من الدعابة. الشيخ عبد العزيز المسند رحمة الله عليه كان يقدم برنامج منكم وإليكم في التلفزيون، وهو من الشخصيات المحبوبة والمقبولة. التقيت فيه أكثر من مرة،
وأنا أعتز فيه أيضا. والشيخ عبد العزيز المسند رحمة الله عليه كان أيضا في فترة سابقة يمكن قبل ما أنا آتي لكلية اللغة العربية أو المعهد العلمي كان هو أيضا رئيس المعاهد العلمية والكليات فترة من الفترات يعني. فكان رجلا في نفس الوقت الذي هو عالم كان أكاديميا، وكان له طلبة ممن تعلموا على يديه سواء في المعاهد العلمية أو في كلية اللغة العربية أو كلية الشريعة. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتني هذه الرسالة من المرسلة ميم نون عين، تقول فيها: كثير من الناس يعانون من التشدد في العادات والتقاليد خاصة في مسألة الزواج، فقد يتقدم للفتاة شاب ذو خلق ودين ويرد لأنه ليس من قبيلتها. نرجو أن تعطوا هذه الرسالة حقها وأكثر، حفظكم الله. المرسلة ميم نون عين. هذا كلام حق، وهو واقع في بعض القبائل أو في بعض العوائل، وهذا عادة جاهلية وليست من الإسلام، بل الإسلام كما قالت في هذا الحديث، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو أمانته فزوجوه إلا تفعلوه، هذا كمال الحديث، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الله أكبر، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما يحدث في العالم. عندما كثر الناس وتزاحموا في المدن وتغيرت بعض الأمور وانفتحت بعض المسائل، صار هذا سبب في الحقيقة الفتن التي تحدث. إلا تفعلوه، يعني إن لم تفعلوا هذا وتزوجوا من تقدم وهو كفء فيحصل فساد كبير. إلا تفعلوه تكون فتنة وفساد كبير. الشيخ عبد العزيز المسند رحمه الله كان برنامجه للمجتمع، ولهذا كان اسمه منكم وإليكم، وكان يعتمد على الرسائل، وأكثر من كان يرسل لها النساء في ذلك الوقت وكبار السن، ويأخذ كلامهم ويبتسم في نقاش مواضيعهم ويشعر أنه منهم وأن كلامه لهم، وكان يتقبل ما يطرحونه من أسئلة واستفسارات بروح الأب المشفق والداعية المهتم والحريص على مجتمعه. بعد أن رجع من صلح الحديبية لا يدخل مكة، ينحر هديه خارج الحرم، يرجع بعهد جائر، استعظمه كثير من الصحابة. رافق الأديب والمفكر الإسلامي محمد حسين زيدان المشاهد السعودي منذ السبعينيات من خلال برنامجيه مواقف مشرقة وسير الصحابة. كان زيدان مهتماً بتقديم النموذج الإسلامي الصحيح للمجتمع من خلال تناول سيرة بعض الشخصيات في التاريخ وتقديمها كقدوة للشبان السعوديين في القرن العشرين. كان تواجد علماء الدين من مختلف البلدان في السعودية سبباً في إثراء البرامج الدينية وتنوعها. ساهم الشيخ محمد متولي الشعراوي منذ السبعينيات في تقديم أحد أهم البرامج الدينية، إذ لاقت حلقات برنامجه لقاء الإيمان قبولاً من المشاهد السعودي، بعدما نجح الشعراوي في تسخير حصيلته الثقافية والعلمية في تفسير آيات القرآن الكريم. تميز برنامج لقاء الإيمان ومثله خواطر إيمانية بطريقة تفاعلية، إذ كان الشيخ الشعراوي يقدم حلقاته من المساجد وبحضور العشرات من المستمعين إلى تفسيره. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلالي
إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب، أهي دي بتاع ودود بقى، أنا لك فبحقي عليك كن لي محبا. عرفت الثمانينيات تنوعا في البرامج الدينية، وبدأ التلفزيون يبث حلقات برنامج العلم والإيمان للمفكر الإسلامي مصطفى محمود. اعتمد محمود في محتوى برنامجه على مقاطع الفيديو التي تتحدث عن حقائق علمية قبل أن يورد الأدلة من النصوص القرآنية بشأن هذه الحقائق. النفس اللي طلع منها مؤلفات شكسبير وموسيقى بيتهوفن وشعر المتنبي وعلم نيوتن، النفس اللي اتسعت للرحمة المحمدية، لابد أنها ملكوت مذهل. ربنا بيقول في حديث قدسي: لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. تلك هي النفس وما وسعت. وعشان كده ربنا أمرنا بالنظر في نفوسنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في شهر رمضان كانت البرامج الدينية تجد مساحة أكبر في ساعات البث، ما منح كثيرا من التلفزيونات العربية فرصة عرض برامج دينية متنوعة تهتم بشؤون العالم الإسلامي وأحوال المسلمين في بلدانهم. تولى مذيع التلفزيون غالب كامل تقديم برنامج صور من العالم الإسلامي خلال الثمانينيات في عرض لحياة الشعوب المسلمة في بلدانها. نجح البرنامج في تسليط الضوء على المسلمين في أكثر من مكان، مانحاً المشاهد معلومات عن مناطق مختلفة في العالم الإسلامي. يتألف اتحاد ماليزيا من إقليمين رئيسيين، أولهما هو ماليزيا الغربية التي تشتمل على 11 ولاية في شبه جزيرة ماليزيا، وفيها ولاية كوالالمبور العاصمة، وماليزيا الشرقية التي تضم إقليمي سارواك وصباح اللذين انضم إلى الاتحاد بناء على استفتاء شعبي. استفاد مذيع التلفزيون السعودي عبد الرحمن يغمور من جمال صوته وسلامة لغته في تقديم برنامج سبحان الله الذي عرض في الثمانينيات. كان البرنامج يتناول الإعجاز الإلهي في الكون من خلال صور الطبيعة وعبارات التسبيح: اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وأشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات، اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع ظهور القنوات الفضائية تطور إنتاج البرامج الدينية واختلف مضمونها، وباتت قنوات التلفزيون تدفع مبالغ مالية عالية لتمويل إنتاج هذه البرامج. ازداد اهتمام المتلقي بالمادة الدينية، خاصة بعد ارتفاع حدة الجدل في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات الاجتماعية والسياسية في العالم العربي.
كثرة الفتاوى وكثر المتحدثون أصبح المتلقي في حيرة، لكنه لو يرجع إلى التلفزيون السعودي والتلفزيونات الرئيسية سيجد أنها تبث لأصحاب الفضيلة الفتاوى الصحيحة، الفتاوى التي تنبع من علم غزير وتنبع من ثقات وتكون مقنعة للمتلقي. هذه البرامج أيضا تفضلت وسألت عنها، برامج أيضا كانت محببة ومتابعة، يعني الشيخ الطنطاوي كان بعد المغرب يأتي وبعد صلاة المغرب مباشرة في الحرم، وكان له قبول رحمة الله عليه. هناك برامج تأتي الآن لكن كثير من الناس لا يتابعها، تأتي قبل صلاة المغرب وتأتي بعد صلاة المغرب بمختلف القنوات، سواء القنوات التلفزيون السعودي أو القنوات غيرها. والمهم هو أن يختار المتلقي الشيء الدقيق منها والشيء المهم الذي يبث عن دراية وعن علم وعن وسطية ومن علماء ثقات يثق فيهم المتلقي. وأنا أعتقد أنهم موجودون سواء من أعضاء هيئة كبار العلماء الله يحفظهم أو من أصحاب الفضيلة المصرح لهم بالفتوى. فهناك أيضا ما زال هناك الكثير من أصحاب الفضيلة الذين لهم قبول في لدى المتلقي. ما زالت البرامج الدينية تحظى باهتمام المشاهد، غير أن مرحلة البدايات بقيت عالقة في الأذهان من خلال شخصياتها وبرامجها.